هل ساحة المسجد تعتبر خارج الاعتكاف؟ ساحة المسجد ذكر الفقهاء أن رحبة المسجد المحوطة بسور المسجد أنها تأخذ حكم المسجد، وعلى هذا فيجوز الاعتكاف فيها. أما رحبة المسجد غير المحوطة بسور المسجد فليست من المسجد، فالتي لها سور المسجد هذه يجوز المعتكف أن يبقى فيها. لكن الساحة المفتوحة التي بدون أسوار، مثل خارج المسجد فيه ساحات بدون أسوار، هذه لا يجلس المعتكف فيها.